السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة أرامكو السعودية بتعلن عن موعد التقديم على برنامجي التدريب الصيفي وطموح عام 2024. بتعلن شركة أرامكو السعودية عبر موقعها الرسمي عن موعد التقديم على برنامجي التدريب الصيفي وطموح للمرحلة الثانوية، طلاب المرحلة الثانوية، والذي سيعقد عن بعد عبر منصة الدراسة الرقمية. بالنسبة لبرنامج طموح، بيوفر هذا المسار فرصة لتطوير الطلبة الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم لتلبية متطلبات القبول لأفضل الجامعات العالمية والجامعات والكليات المصنفة علميا. متطلبات القبول: أن يكون الطالب من المسجلين حاليا في الصف الأول أو الثاني من المرحلة الثانوية، ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة، أن يكون الطالب حاصل على إحدى شهادات اللغة الإنجليزية توفل، إتلس أو ستيب. تم تحديد تاريخ 13 أبريل 2024 الساعة 3 مساء كآخر فرصة لتحديث درجة اختبار إحدى شهادات اللغة الإنجليزية المذكورة، وذلك فقط للمتقدمين الذين أكملوا طلب التقديم بالشكل الصحيح. على أن يتم استكمال إجراءات التحديث بإرفاق المستندات بالنسبة لبرنامج التدريب الصيفي. يعقد برنامج التدريب الصيفي خلال فصل الصيف، حيث يقدم للمشاركين مواد في اللغة الإنجليزية والعلوم لدعم تطويرهم الأكاديمي، بالإضافة إلى المهارات الحياتية وبناء الشخصية. متطلبات القبول للتدريب الصيفي: ألا يكون الطالب قد التحق بالبرنامج سابقا، أن يكون الطالب من المسجلين حاليا في الصف الأول أو الثاني أو الثالث من المرحلة الثانوية، ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة موافقة ولي الأمر. مواعيد التقديم: متاح التقديم من يوم الأحد بتاريخ 7/9/1445 الموافق بالميلادي 17/3/2024، وانتهى التقديم يوم الاثنين بتاريخ 15/9/1445 الموافق بالميلادي 25/3/2024. التسجيل متاح خلال الفترة كما ذكرنا عند الضغط هنا على هذه الصفحة، تفتح لك الصفحة الخاصة بالتقديم. هنا تقوم بكتابة رقم السجل المدني، عنوان البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، ثم وافق على السياسات. إذا أردت الاطلاع عليها اضغط هنا، ثم اضغط على كلمة التالي. خلاص هتكون كده أنشأت حساب جديد هنا على شركة أرامكو. اضغط على تسجيل الدخول، تقوم بكتابة رقم السجل المدني أو كلمة وكلمة المرور، ثم طلب رمز التسجيل. سوف تأتي لك رمز التسجيل والدخول، وتبدأ في التسجيل. أتمنى للجميع التوفيق.